على الطاولات المستديرة. ومن قلب القاهرة دشنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أولى جلسات النقاش المتعلقة ببرنامج توسيع نطاق الطموح المناخي بشأن استخدام الأراضي والزراعة من خلال المساهمات المحددة وخطط التكيف الوطنية سكالا، والذي تموله الحكومة الألمانية ويتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. ومن خلال جلسة النقاش استهدف مشروع إسكالا بحث الجهود والمبادرات والفرص المتاحة للتصدي للتغيرات المناخية عبر توفير أرضية مشتركة للمعنيين بقطاعي الماشية والألبان، ليجتمع منتجي الألبان وشركات الزراعة والغذاء والجمعيات المختصة والممولين وغيرهم من رواد القطاع الخاص على هدف واحد. وتبادل الحضور الآراء والنقاشات الساخنة التي أثرت الاجتماع الرئيسي بهدف استكشاف الكيفية التي يؤثر بها التغير المناخي على قطاعي الماشية والألبان، وكذلك تسليط الضوء على الممارسات الصديقة للمناخ ورصد العقبات القائمة أمام تنفيذ تلك الممارسات ونوع الدعم المطلوب للتشجيع على الاستثمار في العمل المناخي. يهدف برنامج إسكالا لزيادة إجراءات التكيف مع تأثيرات تغير المناخ في قطاعي الزراعة واستخدام الأراضي وفقاً لاتفاقية باريس، وإتاحة المعلومات والحوكمة والتمويل، وتعزيز دور المرأة والرصد والإبلاغ المتكامل، بالإضافة إلى تسريع وتيرة العمل المناخي